للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل من ميناء أبو سمبل. مرحبا محمود، وبعد التحية صف لنا الجديد لديك الآن من الأوضاع. ما الجديد هو استمرار الخدمات المقدمة للوافدين السودانيين الذين لا زالوا يتوافدوا على مدينة أبو سمبل ومحافظة أسوان عبر معبري قفصل وأرقيل وصولا إلى ميناء أبو سمبل النهري. هذه الخدمات بالتعاون مع كل الجهات الموجودة التابعة لمحافظة أسوان، الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني أو حتى المنظمات الدولية. وكان هناك زيارة من وفد من السفارة السويسرية لتفقد برامج منظمة اليونيسيف في أسوان، وتحديدا في موقف كركر الدولي للوقوف على الخدمات التي تقدمها منظمة اليونيسيف. وتحديدا الزيارة شملت جولة يعني مساحة صديقة للأطفال للتأكد من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدات الإنسانية للأطفال. نعم. وأيضا أكدت منظمة اليونيسيف على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه الخدمات يعني تستمر المنظمة في تقديم كل هذه الخدمات يعني إعادة الحياة مرة أخرى للوافدين السودانيين. وأيضا وضعت المنظمة بعض المظلات في موقف كركر الدولي لمساعدة الأطفال على ممارسة بعض الهوايات أو حتى ممارسة الأنشطة التي تقوم بها منظمة اليونيسيف للدعم النفسي المقدم للأطفال. وأكدت المنظمة أيضا على استمرار دعمها لكل الوافدين السودانيين سواء في موقف كركر الدولية أو حتى داخل معبري قسطل وأرقين. على الجانب الآخر أيضا كان هناك يعني زيارة وفد من وزارة الشباب والرياضة لمحافظ أسوان للحديث والتشاور والوقوف على كل الخدمات التي تقدم، لأن الخدمات التي تقدم هنا للوافدين السودانيين هو تعاون وجهد كبير بين كل مؤسسات الدولة هنا في محافظة أسوان، وأيضا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأيضا البعض المتطوعين والمنظمات الدولية. محافظ أسوان أكد على أن كل الجهود وكل الجهات يعني تزيد من جهودها في مسألة تقديم الخدمات للوافدين السودانيين، خاصة فيما يتعلق بالعيادات الطبية المتنقلة. تم تقديم أكثر من 2000 حالة أو توقيع الكشف على أكثر من 2000 حالة من السودانيين عبر هذه العيادات المتنقلة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 100 حالة تحتاج إلى الجراحة أو التدخل الجراحي أو بعض العمليات، بالإضافة إلى استعداد المستشفيات لتلقي يعني الحالات الأمراض المزمنة، بالإضافة أيضا إلى استعداد كل الخدمات المقدمة لهم توافرها فيما يتعلق بالعبارات التي تعمل أيضا على مدار اليوم أو حتى فيما يتعلق بالحافلات التي تنقل الوافدين السودانيين من ميناء حجر الشمس وصولا إلى ميناء أبو سمبل النهري، ثم التوجه إلى موقف كركر الدولي، وأيضا التحرك إلى كل المحافظات المختلفة. فالمحافظ من خلال البيان الرسمي الذي صدر عن المحافظة اليوم أكد على أن هناك ملحمة كبيرة وتضافر لكل الجهود من المؤسسات الوطنية مؤسسات الدولة الموجودة هنا لتقديم كل خدماتها للسودانيين، خاصة مع ازدياد أعداد السودانيين. أيضا مساء أمس يعني لاحظنا وجود كرفان تابع لمنظمة الصحة العالمية متجه أيضا إلى معبر قسطل كدعم من منظمة الصحة العالمية في مصر، بالإضافة أيضا إلى سير عدد كبير من الشاحنات المحملة بعدد من البضائع والمواد الغذائية المتجهة ليلا إلى معبري قسطل وأرقيل لتقديم مزيد من المساعدات أو حتى بعض هذه البضائع للتجارة المتبادلة. وأيضا رأينا صباح هذا اليوم بعض الحافلات المحملة بعدد من رؤوس الماشية القادمة من السودان، فبالتالي هناك حركة تجارية كبيرة، بالإضافة إلى توافد عدد كبير من السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين في ظل وجود عدد كبير ومجموعة كبيرة من الخدمات التي تقدم لهم، خاصة الخدمات الصحية، لأن أغلب من يأتون أيضا إلى مصر عبر المعبرين
هم الكبار السن أيضا وعدد كبير من الأسر، فبالتالي يحتاجون إلى الاطمئنان على صحتهم. وهذه الخدمة أيضا موجودة ومتوفرة في معبر قسطل من خلال العيادات الثابتة، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف التي تجوب مدينة أبو سمبل أو حتى في مدينة أسوان في موقف كركر الدولي. نعم، مراسل التلفزيون المصرية الزميل محمود جميل، شكرا جزيلا لك.